ينضم الينا عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل من اسطنبول التركيه الاستاذ حسين عبد العزيز المحلل السياسي السوري. اهلا بكم استاذ حسين الى هذه الجوله الاخباريه. الكسندر لافرنتييف قال ان الجماعات السوريه التي تختار مقاطعه المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الشهر القادم برعايه روسيه تجازف بتهميشها في المفاوضات وفي الايام اللاحقه في سوريا. كيف تقرأ التهديد الروسي للمعارضة السورية؟ بداية مساء الخير. طبعا هذا التهديد جدي ويجب أخذه بعين الاعتبار، لأن بالأساس الفكرة الروسية عندما طرحت مؤتمر شعوب سوريا ثم غيرت هذا الاسم إلى مؤتمر الحوار السوري، الغاية منه هو تشكيل معارضة بديلة عن الهيئة العليا للمفاوضات التي تضع خطوط حمر على الانتقال السياسي وعلى مصير الأسد. يبدو أن الروس بعد نجاح أسيتانا ومناطق خفض التوتر على الأرض أرادوا تكرار التجربة ونقلها من المجال العسكري إلى المجال السياسي، بمعنى أن الخطوة الانتقال من الأسفل إلى الأعلى، من الأرض إلى الأعلى، حققت أكلها في الميدان. يريد الروس أيضا تطبيقها على الأرض من خلال تشكيل قوى معارضة هي بالأساس ليست معارضة، هي بالأساس من صناعة النظام السوري. تشكيل هذه القوى يضاف إليها المجالس المحلية، يضاف إليها الجهات التي عقدت مصالحات مع النظام. أول أن هناك قوى داخل سوريا لديها رؤية في الحل السياسي. نعم، أنت قلت أستاذ حسين بأن هذا التهديد يجب أخذه بشكل جدي، يعني ما الممكن أن تقوم به روسيا للقوات أو المعارضة أو المعارضين الذين سوف يتخلفون عن هذا الاجتماع وسوف لن يقبلوا به، من بينهم الائتلاف السوري المعارض؟ يعني يا سيدي، المشكلة ليست في الاجتماع سوتشي، الاجتماع الذي سيعقد في روسيا، المشكلة أكبر من ذلك بكثير. اليوم هناك ضغوط دولية كبيرة على المعارضة السورية لتغيير خطابها السياسي، لاحظنا ذلك قبل شهرين من خلال تصريحات عادل الجبيل وتصريحات فرنسية وتصريحات أمريكية. الآن هذا التغيير، إذا المعارضة لم تحدث تغيير في خطابها السياسي في ظل محاولات روسية لتشكيل قوى سياسية، ستجد المعارضة نفسها في مأزق. والآن هي حقيقة في مأزق، إما أن تغير جزء من خطابها السياسي وهذا يعني تنازلا حول مبادئ الثورة، وإما أن تتمسك بمواقفها وتصبح على هامش اللعبة السياسية. هناك ضغوط من المجتمع الدولي ليس فقط من روسيا، ويعني إذا لاحظت بالأمس امبارح المندوب الأمريكي في أستانا قال للمعارضة بشكل واضح، عليكم أن تشاركوا في جميع المؤتمرات، عليكم أن تغيروا خطابكم، عليكم أن تندمجوا في اللعبة السياسية. هذه هي المشكلة، ليست محصورة فقط في اجتماع سوتشي. اجتماع سوتشي هو جزء من مشهد كلي أكبر. اليوم المعارضة في مأزق كبير، عليها أن توفق بين مبادئها وبين المتغيرات السياسية الحاصلة على المجتمع الدولي بشأن الأزمة السورية. هل إرغام المعارضة بالمشاركة بالمؤتمرات بهذا الشكل وإرغامها على تغيير موقفها هو تنفيذ لما يسمى أو ما تسميه بعض القوى بأنه انتصار للأسد على الساحة السورية، بأنه أجبر واستطاع بأن يأتي بالمعارضين إلى طرفه ضمن هذه المؤتمرات؟ يعني هو ليس انتصار الأسد، هو هذه رؤية المجتمع الدولي، المجتمع الدولي هو يريد ذلك. التفاهمات الروسية الأمريكية منذ ثلاث سنوات، يعني من يعود إلى نهاية 2015 عندما تشكل اجتماع بيان فيينا الأول، ومن ثم اجتماع فيينا الثاني، ومن ثم القرار الدولي 2254 الذي يشكل المرجعية السياسية، نلاحظ أن هناك انزياح في المجتمع الدولي، لا إمكانية لإسقاط النظام عسكريا، ولا إمكانية في المقابل لانتصاره سياسيا انتصارا كاملا، وأيضا لا إمكانية لإسقاط المعارضة وإنهائها، ولا إمكانية ولن يسمح للمعارضة بأن تحقق مطالبها التي كانت موجودة في بيان جنيف الأول. لا يوجد منتصر ولا يوجد خاسر، هذا ما قاله بالأمس المندوب الأمريكي. نعم أستاذ حسين، يعني موقف المعارضة، ما هي الخيارات الموجودة أمام المعارضة في هذا أمام هذا التوجه السوري الروسي عفوا لشرعنة النظام السوري؟ يعني هذا هو السؤال الكبير، وهذا هو المأزق الذي على المعارضة أن تحاول إيجاد مخرج له في اجتماع مؤتمر الرياض 2 المقبل. هناك عمليات توسيع وأدخال وفرقاء، طبعا يعني هذه النقطة أصبحت محسومة، لكن المشكلة أن تغيير إدخال قوى سياسية سيؤدي إلى تغيير في المرجعية السياسية، وهذا هو الأخطر. النقطة الأخرى التي تواجهها المعارضة أن هناك قوى داخل الهيئة العليا تريد إلغاء الهيئة العليا وتريد تشكيل جهة سياسية جديدة تماما، بينما الائتلاف يضغط باتجاه توسيع الهيئة. هذا الخلاف قد يؤدي إلى تفجير وضع المعارضة والعودة إلى المربع الأول. الوضع
خطير جدا، وعلى المعارضة أن تتحمل مسؤولية وإيجاد مخرج حقيقي لهذا الموضوع. الأستاذ حسين عبد العزيز المحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.